تقريبا 7 أشهر منذ اشتعال فتيل حرب غزة. طرح موضوع حل الدولتين وقف لإطلاق النار لم يعد يفيد في شيء، لأنه في كل مرة سيعاد إشعال فتيل هذه الحرب. طيب كيف حل الدولتين؟ سأعود لك بعد فاصل قصير، نستكمل من بعد ساعة حوار. نحييكم مشاهدينا، نحاول فهم هذه المرحلة بربطها مع صعوبة إيجاد. طيب مين حيقدر يضغط على الإسرائيل؟ أنا عارف أنك حاول تقنعني، ولكن أنا حابة أطرح موضوع أريده. وهو أيضا شكرا جزيلا على طيب المتابعة. السلام عليكم. شكرا لك.